أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز الصعوبات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية على المملكة، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة تؤكد دائما على المحافظة على مكتسبات المواطنين فيما يتعلق بالرواتب والزيادة السنوية وتوجيه الدعم للمستحقي، معتبرا بأن هذا التوجه موضع إشادة وتقدير من الجميع ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين مستواهم المعيشي. جاء ذلك لدى ترأس معالي رئيس مجلس الشورى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمجلس الشورى لبحث ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018 بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس الوزراء الموقر وبحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعضاء مكتب مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حيث لفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الظروف التي تحيط بإقرار الميزانية تفرض العمل بجد لإنجاز الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن لضمان استمرار التدفقات المالية واستمرار المشاريع الحيوية الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيعمل مجلس الشورى على دراسته بشكل دقيق لضمان الوصول إلى صيغة توافقية ترسم مستقبل الدين وتتبنى خطة واضحة لمعالجة في السنوات القادمة، لافتا إلى أن المجلس يسعى إلى خلق بيئة تشريعية من شأنها مساندة الميزانية العامة للدولة وتعزز من وضع المملكة الاقتصادي. ودعا معالي رئيس مجلس الشورى إلى مزيد من الشفافية والتوعية للمواطنين فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة من كافة الأطراف عن إنجاز ميزانية تراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.